بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم الكرام في لقاء العلم الشهر الأول كلية الإقتصاد والإدارة، وكما نرحب بضيف هذا اللقاء سعادة المطور الدكتور فايز صالح جمال المتخصص في الطوافة مهنة وعلمة، ورحب بسعادة الدكتور أستاذ الموارد البشرية الدكتور خالد عبد الرحيم الميمني ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية. اللقاء يتناول تفعيل الاستراتيجيات الإدارية لنشاط الحج والعمرة. كما تعلمون الحج والعمرة من أهم الأنشطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لأنها تستضيف الحرمين، تستضيف حوالي 1,700,000 حاج سنويا، إضافة إلى حدود الداخل من حوالي 3 مليون إلى 4 مليون حاج. فالنشاط الحج والعمرة يعتبر من الأنشطة الحيوية جدا في المملكة العربية السعودية. قبل أن نبدأ اللقاء أحب أن أعطيكم نبذة مختصرة تاريخيا عن نشاط الحج والعمرة. الخدمات ضيوف الرحمن، طبعا هناك خدمات قبل أن يأتوا الحجاج إلى داخل المملكة، اللي هم يأخذوا التأشيرات من السفارات المختلفة حول العالم، لكن النشاط اللي داخل المملكة يعني عندك 8 أنشطة، الاستقبال في المنافذ في المطارات إلى الجوازات إلى النقل، عملية النقل عملية كبيرة جدا، يعني 1,700,000 حاج هتنقلهم في فترة من واحد القاعدة إلى 15 محرم تقريبا، وينتهي الحج تقريبا 15 محرم بتذكر كل شيء. إسكان الحجاج، التغذية، تصور 1,700,000 حاج ياخذ 3 وجبات في اليوم، حجم كبير هائل من التغذية. الإرشاد، عملية الإرشاد والتايهين والصحة وأشياء كثيرة، يعني المملكة مسخرة كأنها في الوقت الحين قبل الحج، اجتماعات وخطط تشغيلية وإلى آخره. أنا أخوكم مطوف عارف الشغلة دي من سنين. التخويج، الدمرات حيطلعوا على دفعات ماسكين أعلام حتى يميزوا عشان لا يضيعوا. والطواف طبعا تعرف الطواف الحج كيف في الحرم كيف يكون ازدحام شديد. الحج في البداية أول من بنى الكعبة سيدنا إبراهيم، طبعا هو بنى سيدنا إبراهيم على بناء سيدنا آدم الذي بنى الكعبة في القديم في القدم الملائكة، ثم بنى سيدنا آدم بنى القواعد من البيت الحرام، ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنى الكعبة على القواعد التي بناها سيدنا آدم، وجاء إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهو من قام بالرفادة إطعام الحاج وإيواءه هاشم بن عبد مناف اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمعت قريش وتشاوروا إنه لابد إنه نحن نطعم الحاج ونبيه عندما يزور الكعبة. فاجتمعت قريش وسأل الناس تضع من أموالها. ثم بنى عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام بئر زمزم، حفر زمزم، اللي رؤية القصة طويلة. وتعاقبت عليه على الرفادة والسقاية. ثم بدأت الطوافة بعد ذلك مستمرة في أهل مكة وأبنائها، وفي أحد المماليك الأتراك والشراك سعام 884، وفي هناك تواريخ أخرى قبل ذلك، ثم في العهد العثماني، ثم في أبقى الملك عبد العزيز طيب الله تراه على مهنة الطواف في مكة، هم المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازم. اعتبار المعيش هذه مهنة أهل مكة. وأنشأ عام 1365 بعد ما أوحد المملكة أنشأ مديرية الحج تعني بحجاج الداخل، ثم تحولت وزارة عام 1374 بعد الملك فيصل. والحج شعيرة، يعني أهم الأشياء التي تطلبها الدولة إن الحج يمر بأمن وسلام وخالي من الأمراض. هذا الهاجس الأكبر للدولة في كل عام،
إنه هذا موسم الحج هذا يمر بأمن وسلام ويسر من غير أي أمراض، وكل الاستراتيجيات تدور حول هذا الشيء. هناك أكثر من 14 جهة حكومية رسمية تعمل بين هيئة العليا للحج، وزارة الداخلية، الخارجية، الأمارة، وزارة الصحة، الدفاع، الحرس، تأمين الأمن، وزارة النقل، الشرطة، الأمانة العاصمة، مكتب الزمالك الموحد، الوكلاء الموحد، الرأس العام يشمل المسجد الحرام، المسجد النووي، مؤسسات الطواف. يعني عملية يعني تجنيد مبكر، يبدأ التجنيد هذا من بعد ما ينتهي الحج، يعني بعد ما ينتهي موسم الحج حق 1432 تأتينا التقارير عن السلبيات اللي كانت موجودة في الحج وكيف يمكن معالجتها لموسم السنة القادمة. فعملية الإعداد ليس طول العام، مجرد ما ينتهي موسم حج تبدأ التقارير تجي لكل الجهات، ونبدأ نحن نجتمع في المؤسسات وفي الدوائر الحكومية المختلفة لمعالجة وسد الثغرات للموسم القادم. وزارة الحج قد تقت بنا كمؤسسات لفترة طويلة لمناقشة الخطط التشغيلية. الدولة صرفت مليارات الريالات على التوسعات، توسعات الحرمين، المساجد، المواقيت، بنا رمي الجمرات، مصنع زمزم، يعني توسعات لاستكمال البنية التحتية حتى يتم الحج بصورة سلسة. كمان سلفت عندنا حوالي تقريبا 1,700,000 حاجي في المملكة كل عام، قابل للزيادة. الحين بعض الدول تطلب زيادة في حدود 10-15,000 أو أكثر. إجمالي الوجبات لهذه الحجاج حوالي أكثر من 5 مليون وجبة يومية. عشرات الآلاف من عمليات النقل تقوم بها الباصات الترددية داخل المشاعر، بدأت عام 1418 وضع خطة ترددية لنقل الحجاج في المشاعر، بدأت عام 1418. الإسكان يعني الإسكان يستوجب تقريبا 3/4 بيوت مكة، وعشرات الأطنان من النفايات يزيلوها من ميناء وعرفات كل أيام. والآن في خطة جديدة بالأمانة في عملية تدوير هذه النفايات. عندنا 4 أو 6 مؤسسات شغالة لخدمة حجاج الخارج. المؤسسة الأهلية للتوفيق حجاج دول جنوب آسيا اللي هي باكستان والهند وبنغلاديش، والمؤسسة الأهلية للتوفيق حجاج دول جنوب شرق آسيا اللي هي روسيا والفلبين الصين إلى آخره. هذه طبعاً أخذتها من الرؤية لكل مؤسسة. المسح مع حجاج دول جنوب آسيا عندهم رؤية كبيرة جداً لا تتسع في الصفحة. المسح في جنوب شرق آسيا أنا أتشرف أن أكون عضو فيها، هي خدمة الحاج شرف وأمانة ومسؤولية. المسح الأهلية متوفي حجاج تركيا ومسلمي وأوروبا وأستراليا، والمسح الأهلية متوفي حجاج دول إفريقيا، والمؤسسة الأهلية متوفي حجاج الدول العربية اللي هم الرؤية حقتهم معنا اللي كنت أفضل، والمؤسسة الأهلية متوفي حجاج إيران ونعتز بشرف المهنة. هذه الرؤية حقتنا كعاملين نحن في قطاع الطوافة، ونعتبر أن هذه المهنة شرف لنا قبل أن نكون أي شرف علمي آخر له. وأترك الآن مجال لسعادة الدكتور خالد ميمني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أكرر ترحابي بحضراتكم من خارج وداخل الجامعة، والحقيقة المجموعة يعني شكلها very cozy، وبالتالي حيكون النقاش جدا مريح. أنا خارجي يعتبر بالنسبة للأخوين الدكتور فايز والدكتور سعود، لأني ما أشتغل في الطوافة وما أصدق على الله يغلق الحج عشان أرجع لبيتي. فكل اللي يحصل في الحج بالنسبة لي كمواطن إني أنا أتأخر عن أشياء كثيرة وأضحي بأشياء كثيرة كوني من سكان أهل مكة. لكن في الحقيقة فعلا شرف الطوافة وشرف المصاحبة وشرف المشاهدة
يكفي لأي إنسان إنه يسبح الله سبحانه وتعالى ويقول فعلا هذا شيء جميل ورائع، وبالتالي يجب أن يستمر ويعان، وهذا ما فعلته الدولة جزاه الله خير. فأنا نظرت للموضوع من ناحية زي ما شايفين الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل فج عميق، وهو الركن الخامس من الإسلام، كلكم تعرفوا هذا الشيء. ولكن في آية أيضا تقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، سورة الحج الآية 28. منافع لهم هذه إحنا اللي فعلا مقصرين فيها كأبناء لمنطقة مكة بل والمملكة العربية السعودية، فبتأتي أقليات أخرى وتستفيد استفادة ضخمة. ونجد مثلا بدون ذكر جنسيات البعض منهم يتشارك في استئجار عمارة أو 10 عماير ويعني يستنفعوا منها، ضف على ذلك الخدمات سواء أكل وشرب إلى آخره. فأنا بس أحب أنوه الناحية البشرية هنا، أنني أشعر أنه كشخص حاليا مسؤول عن قسم إدارة الموارد البشرية أنه ما بنفعل أعداد كافية لكي تنهمك في هذه الخدمة الجليلة وتستفيد. كلمة منافع لهم هذه تكفيني أنه أطلع منها بكذا فكرة وكذا أطروحة عشان تتعاظم الإفادة والاستفادة. أيضا في نقطة مهمة، موضوع التزاحم، وهو موجود في الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الاستطاع، ما هي الاستطاعة؟ إحنا في الحقيقة نجد في ناس تفترش الآن، في ناس يعني بتسوي حاجات يعني ما نقدر. فكيف نقدر احنا يعني هذه انا بأثير أسئلة، كيف احنا نقدر نحدد طبيعة الاستطاعة وما نحرم حتى الحج، بس على الأقل ننظم أنفسنا. احنا كل سنة نعقد النية بأنه ننظم أنفسنا لكن نجد أنفسنا محرجين أمام الجاليات وأمام الرأي العام، ويعني شيء يصير وشيء ما يصير. فالاستطاعة عملية شمولية مطلوبة من الجميع. يعني مثلا خذ الجمرات على سبيل المثال، كم مرة ينهدم وينبني الكوبري حق الجمرات عشان يكون مواهم، كم من فلوس الدولة ذهبت في هذه التحقيقات. وحتى الآن بعض الناس يقول لك مثلا ما في شوتس أو ممرات للرجيع على سبيل المثال، فتجي رابع يوم في ميناء ما تقدر تخش من الروائح إلى آخره. فهل يعني نستطيع إنه إحنا نسوي كومبريهنسيف أوبن إندد بلان، خطط مفتوحة الجوانب، بحيث إنه نقدر نزيد أو نعدل بدل ما نقفل الهياكل أو الانفراستراكشر؟ فهذه برضو كذلك مهمة جدا. الحقيقة الدكتور العمودي أيضا بالنسبة للحجاج سوى أشكال، إذا تحبوا أوزعها عليكم، إذا شفتها بدون ما تقرأ تقدر تعرف إنه فعلا هنا درب الجمرات، هنا كده تصير الجمرات، ويعني حيأخذ عليها بإذن الله يعني رسالة الدكتوراه أو يحصل على الدكتوراه من خلالها. طبعا الوقت ضيق لأنه عندي يعني مجسمات وأشكال، كيف لنا خلال ال 13 سنة القادمة حتكون حر جدا، حيكون الحج حار جدا. أنا أذكر عندما حججت وأنا صغير كنت أخش، كنا ساكنين جنب المستشفى العام، أخش من مكان ألاقي الحجاج بأحاريمهم نازلين في بانيوهات بالثلج ويبردوهم إلى آخره. يعني حقيقة
ما ادري هل هو داخل في معتقدات البعض انه لازم تجيك ضربة شمس عشان ينقبل حجك او ايش ما اعرف. المهم فكانت يعني حقيقة اشياء قد تتكرر اذا ما انتبهنا لها في 13 سنة القادمة اللي هي الحج في جو حار. ولذلك كان في ماركتات وممكن تتسوى على شكل بايلوت بلانز انك انت تبرد المنطقة من بداية من الآخرها عن طريق الطاقة الشمسية والإلكتروفولتايك سيلز على ارتفاع 5 إلى 10 أدوار. ولا تمس الأرض، حتكون الأعمدة والقواعد مغروزة في الجبال. على كل إحنا نحن يعني ما عندنا وقت نبحث الفيوتشرستيك أسبيكتس أوف حج، بس إحنا بنحاول الآن نتلمس الجوانب هذه. فلذلك عندنا مكونات تأدية الحج، عندنا العلاقات العضوية أورجانيك والميكانيكية اللي هي الانفراستراكشر والروحانية طبعا، يبقى نوائم ما بين هذه الثلاث العلاقات بحيث نخرج بمعادلة مريحة للسواد الأعظم من الناس. إذا مطلوب عندنا توجه ذهني والنظر إلى الحج والعمرة كأنه ضيافة كريمة لحجاج بيت الله الحرام، كما أنه مصدر دخل واعد. وأنا أتكلم كوني تخصصي إدارة أعمال في الأساس اقتصاد المملكة العربية السعودية. مطلوب إنه إحنا كيف نعمل موبيلايزيشن للفكر المحلي بإنه يستفيد ويفيد. فهل نستطيع إقناع أبنائنا من شباب وبنات بأن ذلك ممكن في إطار فقه المعاملات النابع من حسن الوفادة وتحقيق المنافع المبنية على الشريعة الإسلامية السمحة؟ هل هذا ممكن؟ وإذا كان ممكن كيف؟ هل نسوي دور تدريب للشباب هذولي على خذ مثلا الإمارات؟ الإمارات طموحة في أنها تأخذ بزمام الأمور و تفعل موضوع استقبال الزوار مع فارق الشبه طبعا. وبالتالي جات لمنطقة انت ممكن تسميها في العسكرية الانترفيس اريا، انا استلفتها. الانترفيس هو مناطق التلاحم. فجات ادت كتاب دوبونو، هو الراجل مشهور كلكم تعرفوه اللي عنده صاحب القبعات الست، ادتهم ثلاثة أنواع من الكتب، ترجمتها وأدتها لكل واحد له تلامس أو تعامل مع هؤلاء الضيوف. وبالفعل تحسنت النوعية. أنت الآن تروح الأمارات ما تشوف أي شيء يخدش العلاقة، والناس تطلع تصرف قد ما تصرف تطلع مبسوطة. أنا ما أقول إنه اللي بيطلعوا من الحج غير مبسوطين، ولا أقول إنه اللي جايين نفس الأعداد والكثافة. فإذا إحنا الدكتور سامي عنقاوي والدكتور عدنان يافي وغيرهم من الدكاترة دائما كانوا يقولوا إنه هذا عبارة عن continuous process، ما تجي في مكان وتكبر والمكان الثاني يقعد زي ما هو، لأنه حتخلق عنق زجاجة. فالانترفيس بروفايدر مرة مهم. احنا الحقيقة في الانترفيس مرات ننجح ومرات لا ننجح، وبالتالي يعني ما نبغى نترك انطباع ولا حتى يعني جزء من انطباع سلبي. طيب السؤال زي ما قال معالي الوزير الأسبق في وزير الحج، قال هذا عبارة عن شبيه بلعبة كرة، 10 فوتبول فيلز يخرجوا الجماهير منها في وقت واحد. وكان تشبيه طيب معقول، قربوا لفكرة الأمريكان CNN. طيب وبعدين الحقيقة يعني يبغانا ننتبه لهذه النقاط عشان دائما نكون one of the best providers. وإذا هناك يجب أن يكون عن طريق الصور، عن طريق توحيد المفاهيم والرموز بين مقدمي الخدمة في القطاع العام والخاص اللي هم بين قوسين ممكن يسموهم الأهلي، لتحقيق الأهداف المخطط لها برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ورجاله الذين لا يألون جهدا في خدمة ضيوف الرحمن. والموازنة بين الهدف الخدمي ذو النوعية الجيدة والهاجس الأمني بحيث لا يظهر الأخير إلا في الضرورة القصوى.
يعني أنت عندك في دبي وليست هي مثال، مسكوا الشخص اللي قتل الفنانة عن طريق الكاميرات، عن طريق الكاميرات عرفوا منه، وقبلها صارت مشكلة وبعدها صارت مشكلة. فإذا يعني أنت تقدر الآن بالتكنولوجيا تستطيع أنك أنت تتحكم بطرق كثيرة غير أنك أنت يعني تمنع أو تحرك بقوة الذراع، وبالتالي قد يؤخذ عنك انطباع أنك أنت تمارس نوع من أنواع العنف في بعض اللحظات. ما تحتاجها إذا كان من الأصل في orientation. أنا أقول لك بعض الأمم صحيح زي ماليزيا عندهم الحاج تابونغ يعمل orientation للحاجي من قبل بسنوات، لما يوصل هنا الأكثر مسالمة هو الحاج الماليزي، بينما الأكثر فوضجية للأسف تجدهم من بعض الدول الأفريقية وغيرها. فإذا إحنا بدنا نسدد ونقارب في هذا الشأن. وجزاكم الله خير، شكرا جزيلا. نترك المجال للأخ الدكتور فايز جمال، لأنه فعلا هو يعني حيسافر إلى مصر بعد الظهر، فنبغى نستفيد منه يعني قدر المستطاع. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي في البداية يعني أنا أولاً أريد أن يعني أقر بأني أنا أتصارع نفسي بين هذه الوجوه الطيبة والإقامات العلمية المتخصصة، وأرجو أن يعني يقبلوا أن أكون ضيفاً خفيفاً إن شاء الله في هذه المناسبة. الشكر أولاً لكليتي، أنا خريج هذه الكلية ولن أذكر في عام كم لكي لا يعني يكتشف وأيضا الجامعة التي أيضا بالانتساب يعني بالإضافة الانتساب إليها كان والدي رحمة الله عليه ضمن الهيئة التأسيسية لها عندما كانت أهلية، فهذا رابط إضافي مع هذه الجامعة العريقة. أيضا للإخوان الأكارم يعني منظمي الفعالية سعادة الأخوين وسعادة الأخوين الكريمين فلهم جزيل الشكر، أيضا لكم جميعا إخوة الحضور. أنا يعني لعلي أريد أن أبدأ بأن أؤكد على بعض النقاط. أولا سعد الدكتور سعود أشار إلى مسألة ذكر الطوافة، إنها في عام 1884، وأنا بمحض الصدفة وقعت على معلومة عبر الأستاذ الدكتور عواطف النواب أن هناك ذكر يسبق هذا التاريخ بأكثر من 200 سنة لابن رشيد، فبس هذه يعني إضافة على السريع. أيضا الجهات التي ترتبط أو تتعامل مع الحج موسم الحج بالكامل، إذا أضفنا لها تفضل الدكتور أضاف إنه 14، إذا أضفنا لها البعثات الحج تتجاوز 100 جهة تقريبا التي تسهم في إدارة الحج وأعمال الحج. مؤسسات الطوافة هي تخدم حجاج الخارج، حجاج الخارج عددهم فعلا 1,700,000 إلى 1,800,000، هذا رقم كبير جدا، تخدم 6 مؤسسات. البعثات عددها كبير، أنا إذا لم تخني الذاكرة مؤسسة أفريقيا غير العربية تنظم العلاقة مع أكثر من 47 أظن بعثة، فلذلك أنا أحاول بس أوضح حجم مؤسسات الطواف والدور اللي تلعبه. مؤسسات الطواف تتقاطع مع كل هذه 100 جهة وأكثر، يعني كل جهة تعمل في هذا المجال لها اتصال مؤسسات الطواف بما فيها الجهات الأمنية التي يبدو وكأنها ليس لها علاقة، التنسيق دائم ومستمر معهم بما فيهم أيضا المرور، بما فيهم الشرط، بما فيهم كل الجهات. فحجم العمل أيضا المؤسسات الطواف والعاملين فيها ملتصقين، أكثر الناس التصاقا هم اللي يواجهوا الحاج أيضا في كل المراحل، بدءا من وصوله إلى المملكة وانتهاءا بسفر منها. وطبعا تكون الذروة هي أيام موسم الأيام الحج نفسها، بدءا من منى في يوم التروية إلى انتهاء لانتهاء أيام التشريق. هذه ذروة عمل المؤسسات الطواف والمطوفين، عمل كثيف جدا. الحاجز الأمني لعل الدكتور خالد، وأنا ألتقط هذه يعني الكلمة،
وأقول إنه إحنا لا شك لا نقلل من أهمية الهاجس الأمني، لكن أنا في تصور من واقع الممارسة والخبرة، تعال اسمح لنا سعادة اللواء، إنه طغى على الحس الخدماتي، وهذا في تصوري أدى إلى تراجع مستوى الخدمة بسبب إنه الذهنية المسيطرة المهيمنة على أعمال الحج هو الحس الأمني، تضخم بدرجة ضغط على الخدمات، لذلك حتى هياكل الأساسية في الحج الرسمية عندنا يقودها رجال الأمن ووزارة الداخلية والأمارات المناطق، فبالتالي حس الخدمات حس وزارة الحج حس مؤسسات الطوافة لا يزال خافت، وأنا أرجو أن يتنبه الجميع لهذا الأمر. يعني الآن لعلي أبدأ في إن الحديث عن الموضوع اللي سأتحدث عنه هو حديث يعني أو عن عمل هو رسالة الدكتوراه حقتي كانت في تطوير نموذج لإدارة الأداء، فهو حديث يعني عملي علمي يسهم، الهدف منه أن يسهم في تطوير أداء المؤسسات من خلال التميز في الأداء باستخدام أدوات لقياس وإدارة الأداء في هذه المؤسسات. هذه الأدوات تعددت وتنوعت، هناك يعني الكثير منا له يعني علاقة بالإدارة، فهناك التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الاستراتيجية، أيضا جوائز الجودة، بطاقة النتائج المتوازنة، هذه نماذج من الأدوات اللي استخدمت بهدف تطوير الأداء في المنظمات بشكل عام يعني ربحية أو غير ربحية. أنا اخترت أن يكون يعني إسهامي في خدمة المؤسسات من خلال تطوير نموذج، لأنه أيضا عندي إيمان بأن الإدارة الاستراتيجية لها دور مهم في تطوير الأداء في المنظمات، وكان يشغلني دائما كيف يتم دمج الإدارة الاستراتيجية، لأنه كثير من تجاربي المحدودة في هذا المجال وجدت أنه الكثير يضع خطط استراتيجية ثم توضع في الأرفف، يعني ما ليس هناك ربط بين الخطة الاستراتيجية وبين التنفيذ، وهذا أكدوا هذا التجربة، لكن أكدوا أيضا البحث العلمي أنه كثير من المنظمات حتى في العالم المتقدم وفي أمريكا أنه ما خانتني الذاكرة 60% من المؤسسات عندها خطط استراتيجية ليست مرتبطة بالتنفيذ والعمل اليومي لمن يعملون في هذه المؤسسات، فكان يشغلني كيف يعني إذا بدأ نسهم في أنه ندخل إدارة استراتيجية في منظمات الأعمال في المملكة أو في مكة أو في كذا كيف، فوجدت أنا أنه قضية النماذج القياس وإدارة الأداء بطبيعتها لما تبدأ تنفذها تفرض عليك استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي والأدوات والإدارة الاستراتيجية. وجدت أنه قلب علم الإدارة الاستراتيجية هو تطوير أدوات الربط، يعني ما يشغل الآن كل اللي يعملوا في مجال التخطيط الاستراتيجي يبحثوا عن أدوات عشان يربطوا الاستراتيجية اللي يضعوها بالتنفيذ وبالعمل اليومي. مدار هذه الأدوات هو قياس وإدارة الأداء، استخدام أدوات هذه الأدوات يعد وسيلة، هذه من وجهة نظري أنها وسيلة لإدماج الإدارة الاستراتيجية في المنظمات. فكان موضوع البحث هو تطوير نموذج متوازن متعدد الأبعاد لقياس وإدارة الأداء في مؤسسات الطوافة في مكة المكرمة تحديداً، يعني بالمناسبة في مجال الحج فعندنا أرباب الطوائف وعندنا مجموعة من الطوائف المطوفين والأدلاء والزمازمة والوكلاء، لكن أنا خصصت فقط للمطوفين لما أدخل في الجهات الأخرى لأنه تختلف طبيعة العمل فيه اختلافات مهمة وجوهرية، فأردت أن أركز على المؤسسات تحديدا. منهجية البحث كانت يعني تتسم، هذه أيضا أكدتها الدراسات أنه كل الأبحاث اللي في مجال القياس وإدارة الأداء هي غالبا تطبيقية نظرية، لا يكفي فيها الجانب النظري بدون أن يدخل عليه الجانب التطبيقي، فكانت هذه منهجية البحث. البعد الأول يعني منهجية البحث النظري تتضمن أيضا مراجعة أدبيات الإدارة وأدبيات الطوافة بتفاصيلهما، والبعد التطبيقي شمل عقد عدة لقاءات مع القيادات والممارسين بمؤسسات الطوافة، أيضا عمل استبيانات وجمع البيانات وتحليلها، كذلك أيضا عمل قوائم فحص للنموذج في نهاية الفترة، كان من خلال أيضا عقد مجموعة أو ستة بالتحديد لأنها ستة مؤسسات عقدت ستة ورش عمل، في نهاية كل ورشة تم توثيق الورشة لأنها كانت مخصصة لفحص النموذج من الجانب التطبيقي والتأكد أنه ما تم طرحه في النموذج يعني يتطابق مع احتياجات المؤسسات وبلغة أيضا تفهمها يعني الفئة العاملة في هذا المجال. كان هدف من اختيار الموضوع هو المساهمة في خدمة المهنة دي تعز علينا جميعا،
يعني في مكة وأبناء الطواف تحديدا يعتزوا كثيرا بهذا الشرف أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بخدمة الضيوف يعني ووفد الكرام. فكنت أود أن أخدم هذه المهنة عبر جانب الإدارة، وكذلك أيضا لأنه كثير من الخطط التشغيلية الآن في مؤسسات الطوافة في مشكلة، في ضعف في الربط بينها وبين أيضا العمل في الميدان. أيضا البحث عن التميز، يعني تميز الأداء في مؤسسات الطوافة، وهذه أيضا إشارة من أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور علي السلمي في مسألة النظم، إدارة الأداء هي في النهاية مقوم أساسي لإدارة التميز. إدارة الأداء بشكل مختصر هي أنشطة للتأكد من الأهداف تتم بشكل صحيح بكفء، يعني بطريقة أو بأسلوب كفو فعال. والقياس هي يعني العملية التي تحدد بموجبها منظمة ما مقاييس توصلها للنتائج المرغوبة. يعني أردت بس كده تعريج سريع على يعني القياس والإدارة الأداء. النماذج أيضا كان في أواخر الثمانينات بداية التسعينات الميلادية من القرن الماضي كان هناك تململ من المقاييس الأداء المتبعة، وهي كانت تعتمد على مقاييس مالية بشكل أساسي وهي تاريخية في النهاية، يعني يكون تم الأمر وانتهى الأداء وبعدين بنقيس كيف النتائج. فهذا الأمر ما كان مريح يعني للمعنيين بهذا الأمر، فكان في توجه إلى البحث عن وسائل تساعد في إدارة الأداء، في التحكم في النتائج اللي سنصل إليها قبل أن نصل إليها. يعني ما نكتفي بأنه نرصد النتائج وفقا للأدوات المحاسبية، وأنا فهمت أنه سعادة العميد محاسب وأنا برضه محاسب، ويعني يبدو أنه في محاسبين كثير معنا، فإحنا معلوماتنا تاريخية دائما. فكان هناك بحث عن أداة، يعني كيف نتحكم، كيف ندير الأداء تبعنا قبل أن نصل للنتائج. فهذه أيضا نتج عن هذا التململ والسعي إلى وجود أطر جديدة، أن يكون في أطر تركز على مقاييس غير لا تغفل المالية، لكن تركز أيضا أو توجد تركيز خاص على غير المالية، المقاييس أيضا خارجية والتي تنظر إلى الأمام. هناك العديد من النظريات والمفاهيم في هذا المجال، يعني هذه بس مجموعة منها: دوائر الجودة، إدارة الجودة الشاملة، جوائز الجودة، بطاقة النتائج، كلها تهدف إلى الوصول إلى التميز في الأداء في المنظمات. يعني أنظمة القياس يمكن تجميعها في نموذجين أو نوعين: الأول يعتمد على التقييم الذاتي وهي جوائز الجودة، وبشكل أساسي أنه في مصدر وضعتها هذه الجوائز بدنا نقيس نفسنا عليها، يا بهدف الحصول على الجودة يا أيضا بهدف تطوير الأداء. يعني يشوف الواحد نفسه فين، المنظمة تشوف نفسها فين مقارنة بالمنظمات المشابهة في نفس النشاط. أو أنظمة لقياس وتطوير العمليات، وهذه لها نوع من الديناميكية وغالبا تفصل على صناعة، على قطاع، على منظمة بالتحديد. من أشهر الأدوات المستخدمة أو أنظمة إدارة القياس وإدارة الأداء بطاقة النتائج المتوازنة البلانس سكور كارد، لها 4 مناظير أو زوايا تنظر من خلالها لأداء المنظمة. ممكن تكون 4، ممكن تكون 5، ممكن تكون أقل، ليست يعني بالتحديد هذه 4. من كل منظور هناك أسئلة يعني توضع، مثلا المنظور المالية وكيف نبدو، المنظمة تسأل نفسها كيف نبدو لملاك المنظمة في مجال الأعمال أو العمليات الداخلية، إنه ما العمليات أو الأمور التي يجب أن نبدأ فيها تكون في هذا المنظور يتم التركيز عليها. منظور التعلم والنمو، كيف نستطيع الاستمرار في التطور وخلق القيمة، وأيضا منظور العميل كيف يرانا العملاء، وهذه ترجمة يعني كما جاء في الهارفارد بيزنس ريفيو، وأنا حاط المصدر تحت الشريحة. النموذج الآخر والنموذج الأمريكي لجائزة الجودة، وهذا يحتوي، هناك قلنا 4 مناظير، هنا يستخدموا سموها 4-7 فئات أو كاتيجوريز. أيضا يتم النظر لأداء المؤسسات ويقاس أداها بناء على هذه 7 التي أمامكم: القيادة، التخطيط الاستراتيجي، التركيز على العميل، إدارة العملية، التركيز على العمالة، النتائج، وكذلك قياس وتحليل وإدارة المعرفة. النموذج الذي يليه النموذج الأوروبي هنا 9 معايير كرايتيريا. يمكن ما يضاف في النموذج الأوروبي أنه ميز بين، يعني قسم المعايير هذه إلى جزئين: جزء اعتبره ممكنات والجزء الآخر هو النتائج. الممكنات تعين على الوصول للنتائج، والنتائج هي نتائج ما
يعني يتم عمله في أو تهيئته في الممكنات، ثم السهم اللي في الأسفل يوضح قضية التعلم والإبداع والتعلم التنظيمي قضية، ولذلك هذه الأعمال هي عملية مستمرة لا تتوقف. أنتقل الآن إلى تطوير النموذج اللي يعني كنت يعني اجتهدت في تطويره لمؤسسات الطوافة. سبق هذا الأمر إنه يكون في التعرف على العمليات الأساسية وعوامل النجاح الحالية، العمليات الأساسية التي يجب أن تبرع فيها هذه المؤسسات والمنظمات، أو التي أيضا لا تستطيع أن تؤدي مهمتها وغرض منها إلا بموجبها. فنريد أن نتعرف ما هي هذه العمليات الأساسية، وكذلك عوامل النجاح الحالية، الأمور التي تؤثر على ذلك، تعيقها أو تدفعه إلى الأمام إذا أحسن التعامل معها ووضعها يعني تحت النظر. لذلك يعني نقود بعمل الاستبيان لرصد العمليات الأساسية وعمل النجاح الحرجة، تم توزيع 600 استبيان، استعادة 316 منها، تم تفريغها وتحليلها بنظام الـ SPSS، وتم التعرف بالتالي على أهم العمليات وأهم عوامل النجاح. كانت النتائج أنه في العمليات الأساسية بعد أيضا اختبار الاعتمادية للاستبيان، أنه أهم 5 عمليات في هي من 14 عملية، بس رصدت الخمسة الأولى، هي الإسكان في عرفات، الاستقبال عند الوصول، الإسكان في منى، النقل في المشاعر، والترحيل بعد الحج. هذه أهم عمليات، لكن لا تلغي طبعا ما بعدها من عمليات أساسية، بس أهمية الترتيب هذا يعين في تطوير النموذج، وأيضا يعين في أن المؤسسات تكون في وضع لما تضع تركيز أفضل على المهام الأكثر أو العمليات الأكثر أهمية. بالنسبة لعمليات النجاح الحرجة، طبعا تم رصد 12 بعد تحت هذه الأبعاد، حوالي 49 عامل حرج فرعي، كانت أهم 5 أبعاد في من الـ 12 المطوف وإدارة الموردين. هنا أنا دائماً أسميهم الشركاء، لأنه من يعملوا معنا في الحج هم شركاء، لأن عملهم يؤثر علينا بشكل مباشر، وكذلك عملنا يؤثر عليهم في نفس الوقت. أيضاً بعد جداً مهم في عمل المؤسسات، القيادة لها دور مهم جدا، التدريب كذلك، وتواصل معلومات تطور الخدمات، هذا أيضا حساس بالنسبة لأعمال الحج ومؤسسات الطوافة. بالنسبة لتطوير النموذج في البداية، يعني من خلال النظريات والقراءات المعمقة وأيضا النتائج اللي وصلنا لها بالنسبة للعمليات الأساسية وعوامل النجاح الحرجة، أنا اقترحت أن تكون هذه المناظير أو هذه الزوايا التي ننظر من خلالها لأداء المؤسسات، المطوف، الشركاء، الخدمات، والمالية، والحاج، هذه لابد أن تكون تحت النظر، وبالتالي نستطيع أن يعني يكون عندنا نظرة متوازنة أيضا لأداء المؤسسات. أيضا بعد تحديد هذه المناظير، سعيد لنا أن أحدد يعني علاقتهم ببعض والأهمية والترتيب، مين يبدأ قبل من يؤثر في من. فوصلت إلى ترتيب، يعني استخدمت زي قصة الاستراتيجية، يعني قعدت أكتب في كل منظور إيش اللي موجود فيه وكيف يخدم المنظور الآخر، إلى أن وصلت إلى أن هناك مجموعة تمثل ممكنات ومجموعة تمثل أيضا نتائج. هذا اقتباسا من يعني النموذج بالمناسبة هو مؤسس على تحديدا البلانس سكور كارد والنموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي اللي أنا استعرضته على وجه السرعة، يعني المفاهيم اللي وردت فيها تم بناء النموذج على أساسها. فتم أيضا رسم العلاقات هذه باستخدام خريطة استراتيجية، كتبت ما مكتوب في المربعات هذه هو القصة اللي أنا ذكرت أنها قصة الاستراتيجية. بالتالي نبدأ من المطوف، ثم إلى الشركاء، ثم إلى الخدمات، ثم المالية، ثم الحج، ثم الهدف العام للمؤسسات. وأنا أتصور هذا الهدف بالمناسبة هو هدف كل من يعمل في مجال الحج، قد يتم تطوير تعديله يعني بشكل أو بآخر، لكن في تصوري كلنا نسعى إلى إكرام الحاج وتمكينه من أداء مناسك، لأنه يعني إكرامه هنا تمكينه من الأداء بسبب مشاكل نقل، بسبب مشاكل خدمات معينة، هذا أمر أيضا لابد من أخذه في الاعتبار، لأنه في سنوات، في سنة من أنا أذكر بعض السنوات المرور كاد يضيع على الناس الحج إنه ما استطاع يوصلوا إلى عرفات، فلذلك أنا أشير إلى مسألة يعني التمكين من أداء المناسك، وأيضا الراحة والاطمئنان، هذا أمر جدا مهم يتضمن البعد الأمني اللي كنا أيضا أشرنا إلى هيمنته في البداية.
بالنسبة أيضا بعد ما تحددت المناظير بدأت أنظر في مسألة القيم والمبادئ. هذا النموذج الأمريكي يشير إلى وحدهم في المسألة دي، لأنه يعني هناك تجربة ودراسات تؤكد أن المنظمات التي لديها قيم يعني وأيضا لديها مبادئ موضوعة في 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 الذهنية في ثقافة المنظمة، أداءها حتى ماليا أفضل من التي ليس لديها قيم. فحرصت أيضا أني أنا أرصد مجموعة من القيم والمبادئ في كل منظور من المناظير، هي بين يديكم أيضا في الأوراق المرفقة، تحديد الأهداف العامة في كل منظور، كل منظور له هدف بنسعى له، ممكن يكون هدف ممكن يكون أكثر أيضا كما يتضح أمامكم، ثم تم يعني وضع المقاييس لهذه الأهداف. هذا النموذج ما زال هو في مستوى الأول وقابل إلى أنه هو يتم تطويره أيضا حتى للمؤسسات نفسها أو لمنظمات أخرى، لكن أنا افترضت أن بضع نمط نموذج يساعد في استخدام هذه الأدوات. العلاقات بين الأهداف المناظير وليس المناظير اللي ما يسمى مسارات السبب والأثر. يعني لو أخذنا واحد نموذج من النماذج اللي هو بدأ من المطوف في التواصل المباشر مع الحجاج والعمل في الميدان، هذا يؤدي إلى سرعة الاستجابة إلى طلبات الحجاج. لو تتبعنا الخط، أنا يعني نسيت أن أذكر أن الأسهم الحمراء تشير إلى أثر عام يعني ليس مباشر، الخطوط الزرقاء تشير إلى أثر مباشر للهدف. فإذا بدأنا من مطوف التواصل المباشر مع الحجاج بالتأكيد سيسرع الاستجابة لطلباتهم، بالتأكيد سيحقق رضاهم في النهاية من زاوية الوقت. هناك أيضا مسألة تطوير جودة التوريد يؤدي إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة، يؤدي إلى رضا الحاج عبر جانب الجودة وهكذا. المناظير أنا سأمر عليها، أمر على الأول ثم أمر على الباقي السريع عشان الوقت. يعني أصبح لدينا في النهاية كل منظور له قيم ومبادئ محورية. ذهبنا المطوف، عندنا مثلا قيمة احترام المطوف، التطوير المستمر كمبدأ، القيادة صاحبة رؤية، الأهداف زيادة رضا المطوف، الاحتفاظ بالمطوف الكوفي، تطوير مهارات ومعارف المطوف. كيف نقيسها؟ استبيان قياس رضا المطوف، معدل دوران الوظائف القيادية، عدد ساعات التدريب. هذا كله على سبيل المثال في منظور المطوف. نفس الشيء ينطبق على جميع المناظير الأخرى الخمسة، يعني أمر عليها سريعا. أنا يمكن فاتني أذكر إنه إحنا عندنا البعد أو النهاية هو الحاج والمالية في يعني في لعلي أعود للرسم بعد قليل إن كان لازم يعني إحنا البعد الروحي اللي ذكره أيضا الدكتور خالد من الحاجات اللي يعني يتسم بها عمل مؤسسة التوافق، إنه ليس فقط قضية خدمات أو بزنس أو تجارة أو كذا، لا أنت في عندك بعد لابد إنه أيضا يكون في الصورة وفي الذهن على مدار الوقت. يعني هذا أنا حاولت أن أرسم النموذج بهذا الشكل، بداية المطوف وانتهي بالحاج، في علاقات من جهة لجهة وفي علاقات متبادلة بين الشركاء والمطوفين. والشركاء أنا كما ذكرت كل الجهات، البعثات، الحج، وزارة الحج نفسها، الداخلية بكل فروعها، المرور، الأمن، وزارة الصحة، كلما دولة شركاء معنا في أعمال خدمات الحج، ففي علاقة دائما يعني تتبادل بيننا وبينهم. هنا نفس الرسم بس أدرجت مع كل منظور أيضا أهدافه وقيمه المحورية. تم بعد ذلك فحص النموذج بأنه تم عقد 6 ورش، تم إعداد عرض مرضي وعقد 6 ورش عمل لكل مؤسسة على حدة. حضر في هذه الورش 73 خبير وممارس لأعمال مؤسسات الطوافة، 89 منهم تجاوزت فترات عملهم 10 سنوات، أكثر من 75 منهم يحملون درجة جامعية وعليا ما بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. وهذا يعني طمأني على أنه لما اختبرنا النموذج وفحصناه كان هذه المؤهلات وهذه الخبرات موجودة. يعني ما أنا شعرت بأنه هذا يعني بعد ما حصيت فرغت نتائج الفحص فسررت بأنه هذا العدد كان وهذه النسبة موجودة من الخبرة ومن التأهيل، بحيث ما يكون في يعني عدم فهم لما يتم عرضه أو إنه يعني ممكن تكون في إجابات غير دقيقة. في النتائج يعني الورش أفحص أفصحت نتائجها عن
موافقة 98% على الهدف العام اللي هو قلنا إكرام الحاج وتمكينه من أداء نسكه براحة واطمئنان. 96 وافقوا على المناظير اللي هي زوايا النظر لأداء المؤسسات. أيضا 96% وافقوا على القيم والمبادئ المحورية اللي وضعت في كل منظور من المناظير. الأهداف العامة أيضا موافق عليها بنسبة 95%. نتائج فحص الأهداف أو مقاييس الأهداف حظيت ب 94%. بالتالي النموذج اعتمد علميا وتطبيقيا في الخواتيم والتوصيات. يعني أنا أريد أن أشير سريعا إلى بعض الأمور. أثار البحث وضع أسس ممكن يبنى عليها أبحاث ودراسات بحثية لتطوير آليات قياس الأداء وإدارته في بقية المنظمات المعنية بخدمة الحجاج، سواء بقية باب الطوائف أو المؤسسات اللي تعمل في حجاج الداخل أو العمرة. يعني أنا أتصور أن يكون يعني يمكن البناء عليه. تطبيق النموذج سوف يسهم في إدماج أساليب الإدارة الاستراتيجية كما ذكرت في البداية بهدف تحسين الأداء. سوف يعزز القيم الإيجابية لمهنة الطوائف. إحنا نشعر كمطوفين إنه في بعض القيم بدأت تضمحل في خضم تضخم الأعداد وأساليب العمل المتبعة الآن. فأتصور إن إحنا محتاجين أن نحيي هذه القيم من جديد، وأيضا يعني المبادئ المحورية للصناعة، صناعة الخدمات لنجني أيضا ثمارها تميزا في الأداء. تطبيق النموذج سوف يمكن المؤسسات في رأيي من مواءمة مواردها التنظيمية والبشرية والمادية مع أهدافها العليا. سوف يحشد مواردها لتحقيق أهدافها ورؤاها، ما نسميه احنا التضافر في مجال يعني الإدارة السينرجي. توفير آلية تواصل وإعلام وتعليم لغة مشتركة بين العاملين حول الأهداف والخطط الاستراتيجية داخل المنظمات، لكن أيضا أتصور أنه سيخلق لغة مشترك للتواصل والتشارك في أفضل الممارسات بين المؤسسات يعني ذاتها الستة. معوقات تعميم النتائج على منظمات أعمال ربحية هي تفرد مؤسسات الحج من جانب المواقيت الزمانية، المحددات المكانية، أيضا الموسمية بالمناسبة، تحدي يواجهنا بقوة في المؤسسات. ونتمنى أنه إحنا نصل إلى صيغة يعني تخفف من هذه حدة التحدي. ايضا بيئه العمل بشكل عام، لا اقول انها تختفي من التنافسيه، لكن بشكل عام هي بيئه غير تنافسيه. دخول البعد الروحي، هذه كلها امور تصعب قضيه تعميم النموذج على المنظمات الاعمال الربحيه. التوصيات والدراسات المستقبليه، نتمنى انه يتم استكمال المستويات الانسياب بها الى الاسفل، لانه النموذج صمم فقط للمستوى الاول، فمطلوب ان يتم انسيابه للاسفل. ايضا تطوير نموذج حاسوبي يحول الى ان يكون في نتائج يعني انيه في وقتها، ويكون في عندنا لوحات من عرض النتائج ما يسمى بالداشبورد اللي تكون متاحه للمستويات الاداريه في المؤسسات بشكل اني. وعملنا بطبيعته على فكره الانيه في كثيره، يعني في كثير معلومات محتاج تعرفها الان، انك تعرف انت عدد الحجاج اللي وصلوا، كم اللي سكنوا، كم اللي تصعدوا لعرفه، كم اللي تصعدوا لمنى، فين ساكن الحاج، في معلومات كثيره. وكل ما كان عندنا يعني استخدمنا التقنيه حنكون في وضع افضل واسرع استجابه. ايضا انه يتم تطبيقه على بقيه مؤسسات باب الطائف والحجاج الداخل والمؤسسات الطواف يعني التي تشترك مع مؤسسات الطواف في بعض الخصائص ومؤسسات العمره. بذلك انا انهيت يعني واستسمحكم اني انا اطلت قليلا، لكن الامر يعني حاولت اختصر قدر الامكان. صلى الله على سيدنا محمد.